اسمه الاس اوف دي تي اللي هو الاوف ديلي تايم، او ساعات بيسموه تي اوف. الاوف ديلي تايمر هو تايمر بنفس الاطراف تي نمبر دي الاس اوف ديلي تايمر ست ريسيت ست بي ريسيت كيو بي اي بي سي. نفس الاطراف نفس الاوبريشن بس الوظيفه بتختلف. برضو لو انا حطيت هنا خمس ثواني فهكتب هنا اس 5 دي هاش ثلاث ثواني او خمس ثواني احنا ماشيين. الاوف ديلي لما الانبوت بيدخل الاول بيخرج، يعني بمجرد ما تديله دخل الخارج كده. لكن لما تفصل الانبوت الاوتبوت مش هيفصل الا بعد الزمن اللي سابقا حاطه هنا سي خمس ثواني، فالاوتبوت مش هيفصل الا بعد خمس ثواني. يعني لما بديله الانبوت الاوتبوت بيخرج طول ما الانبوت مستمر فالاوتبوت مستمر. لما الانبوت يفصل الاوتبوت هيكمل الخمس ثواني وبعد كده ده اسمه الاوف ديلي تايمر، ويسموه الاوف ديلي لانه بيأخر الاوف بتاع الاوتبوت، يسموه الاوف ديلي. ده سموه الاون ديلي عشان بيأخر الاون بتاع الاوتبوت. طبعا في الحاله دي اديت بلس ثانيتين هتخرج سبعه، اديتها 15 هتخرج 20، يعني اللي داخل خارج وزياده 5. بس ده عشان تستفيد منه بالزمن، عشان تستفيد بالزمن لازم الانبوت يفصل. اصل ده طول ما الانبوت موجود الاوتبوت ماله؟ انت ما حسبتش زمن. ولكن عشان احسب الزمن لازم الانبوت ماله؟ يفصل. فلازم لما الانبوت يفصل تبدا تستفيد بحساب الزمن بتاعه الا وهي الخمس. طبعا طرف الاسم برضه اللي بيصفر والبي ار والبي سي دي دول الحاجات اللي معانا. اليوم اتفصل وجاي بتاعي على حد خمس ثواني. نعم. اليوم اتفصل وجاي خمس ثواني. هيكمل. هيكمل الفترة بقى. لكن ده هيبدأ من جديد. اتفضل. مش مهندس السادس يعني ده لو الكم اتفصل وجاي قبل الخمس ثواني هيكمل بقية الخمس ثواني. هو يفضل شغال يعني. يعني هو شغال أصلا. لكن ده هيحسب من جديد. ده لو الانبوت يعني انت فصلت الانبوت الاولاني انت فصلت الانبوت ورجعت شغلته من جديد هيرجع يحسب خمس ثواني من اول جديد. لكن ده انت فصلت وشغال فهو طالما الخمس ثواني ما عدتش فهو هيكمل الخمس ثواني. تمام كده؟ حتى الان قبل ما اقول النوعين الاخرين لو انت عايز تحسب زمن عايز تملى ازازه عايز تشغل ضم لفتره معينه عايز مش عارف ايه طالما في زمن انت تحسبه فالتايمرين دول كويسين. عايز املى ازازه عايز اعمل عمليه خلط عايز اعمل عمليه شرط تنكات عايز فالازمنه دي مناسبه جدا لان انت الميزه فيهم انك انت لما بتديله الاشاره هو بيبدا يحسب الزمن. مع الاختلاف ما بين الاثنين ان ده الفصل بتاعه سهل شويه بينما الفصل ده هيكلفك اشاره تتحط على طرف مين؟ بريست. انا ممكن افصل ده ومجرد فصل الدخل هيفصل ولكن ده هيحط له على طرف ده انت ما بتستفدش بالزمن الا والاشاره بتديك. وبالتالي فده بيبقى مناسب لعمليات الزمن اللي هتستمر حتى بعد الايقاف. يعني انت عايز بعد ما الموتور يقف تفضل مروحه التبريد شغال عليه خمس دقائق بره. ده مناسب على اساس ان بعد ما الاشاره تفصل اللي كانت رايحه للموتور هيفضل التايمر شغال خمس دقائق بس. مع باشمهندس استخدام الاوف دي في البرمجه بالشكل المعتاد بيتعب شويه هو مش مستحيل. يعني انا لو عايز استخدم الاوف دي عشان يملا ازازه هو مش مستحيل ولكن استخدامه صعب شويه لانه مخالف للطبيعه. الطبيعه انك انت عايز لما تدي اشاره زمن يتحسب لكن ده انت بتحسب زمن امتى؟ وانت بتفصل اشاره فده بيبقى افضل للبروسيس اللي انت عايزها
تفضل شغالة الزمن شغال حتى بعد انتهاء آخر نوع من التيمرات دول توأم لأنه اثنين هو بيعالج المشكله او مش بيعالج المشكله يعني الحته اللي موجوده هنا ليه ما كانتش عاجباه
يعني مش معقول الانبوت لما يفصل الاوتبوت يفصل مباشره، لا ده بيعمل ريكتيف او بيعمل ستور للانبوت، لان بس طالما الانبوت موجود فالاوتبوت هيخرج بلس عرضها 5 ثواني وصل حتى لو الانبوت فصل قبل انقضاء هذا الزمن. يعني لو ده السيت ودخل ثانيتين الاوتبوت هيخرج بلس عرضها 5 ثواني ويفصل عرضها 5 ثواني وصل بغض النظر عن حالة الانبوت لو عمل ريكتيف منين ريكتيف منين. استخدامه في ايه؟ ده مستو انه بيحسب الزمن لحظة لما تديله تشارج، ده كويس جدا، ولكن يستخدم في حالة البروسيس اللي مش معتمدة على بعضها زمنيا. بمعنى انت اثناء خط الانتاج بتملى تانك ودونت كير بقى التانك اتملى لاخره او ما اتملاش لاخره او يعني مش فارقه معاك كتير او مفيش حاجه معتمده ان التانك اتملى، ده مناسب جدا. بتعمل عمليه شطف للبروسس تتغسل ومش فارقه معاك بقى الغسلت خلصت ولا ما خلصتش، فده مناسب جدا. يعني لو في زمن انا بقولك مراد، يعني لو في زمن مش معتمد على بعضه مش لازم اشيك ان الزمن ده خلص عشان اعمل حاجه ثانيه، يبقى تي بي مناسب جدا. لكن لو انت عندك الازمنه ده لازم يخلص واشيك انه خلص عشان اشغل ده واشيك عشان اشغل ده، ده يفشل. استخدم هوندلينج. ليه بقى؟ هو اشاره الخارج انت اللي بتفصلها ولا بتفصل واحده؟ بتفصل واحده. لو فرضت ان الانبوت ده ثابت فكده كده الاوتبوت ماله؟ هيفصل واحد. ولو الانبوت ده ثابت او حتى مش ثابت الاوتبوت ماله؟ هيفصل واحد. تشيك ازاي انه حصل عشان تشغله؟ هو فصل. هتشيك ازاي انه فصل عشان تكمله؟ نورمالي كلوز. هتشيك انه نورمالي كلوز، طب ما هو نورمالي كلوز في الاول ما كانش شغال اصلا، تمام؟ وبالتالي هو متعب قليلا في البروسس اللي معتمده على بعضها. خلي بالك اي بلوك تايمر من الخمسه دول اقدر بواحده تجيب برنامج كله مثلا، ولكن ده هيبقى صعب قوي لو انا حطيته هنا، هضطر اضيف عليه 5 6 جمل عشان يظبط. الاوف ديلي هيبقى صعب هنا، هحط جنبيه 3 جمل عشان يظبط، ده هيبقى صعب احط جنبيه جملتين، فهمتني؟ لكن بيبقى في نظره التايمر ده الاوف ديلي افضل هنا، الاوف ديلي افضل هنا، مش عارف الباص لايمر افضل بعد. فده بالنسبة لاستخدام التايمرز دول الخمسة تايمرز.